في الجولة الثانية شاركنا كثير من اللحظات الجميلة. اكتسبت أخوان واكتسبت أهل في هالبرنامج. أنا أحبكم وأموت فيكم كثير. بدت الجولة الثانية مثل ما وصيتك إن شاء الله. نبغي نغير الألوان، كل شيء بيرفكت. وصلنا لمرحلة ما قاعدين نغير، كان هاللون يعني الختام بالنسبة لي. ما وعدت الناس بقاسم المحبة. كان تحدي بالنسبة لي أبين صوتي وأوري إمكانياتي للناس. لون هادي جداً ما غنيت من قبل. أنت قاعد تتطور بالعكس، كثير أشياء حلوة قاعدة تصير فيك. أول مرة أغني شيء كذا فرائحي أكثر، أول مرة أحس بهالشعور تجاوب العالم معي. وش ذا؟ وش سويت بالمسرح؟ سالم ما شاء الله عليك، تخيال الفريق بنسميك الحين. كذا احنا وصلنا لتوزيع الدراهم. أنا اخترت سالم اليوم. هدفي من الجولة الثالثة إني أنتج أول أغنية خاصة لي، وأتمنى من كل قلبي إنك تحقق لي هالأمنية وتعطيني هالفرصة عشان أكون خيال فريق بجدارة يعني.